بالنسبة حق الصور اللي اعتز فيها، في صور أنا صورتهم عرضتهم في معرض مواهب 2018، كان معرض جدا جميل، شاركت فيها أخواني المصورين. اللوحات اللي شاركت فيها كانت لوحتين مناظر طبيعية حق لندن، واللوحة الثالثة حق اليابان. بالنسبة حق الصور اللي استمتع فيها، استمتع بصور اللي تكون إضاءتها إضاءة شمس، سواء كانت لايف ستايل أو صور منتجات أو أطعمة. في عندي وايد صور انعرضت سواء كانت بالبيلبوردز أو يعني بالشوارع أو مثلا منيوات ومطاعم. بهذه الصور لو تلاحظون صورت بإضاءة الشمس، ما استخدم فيها أي فلاشات، عادة تكون إضاءة الشمس جدا طبيعية تعطينا ألوان طبيعية. يفضل أن ما نصور يعني بالشمس دايركت عشان لا تكون الشمس أشعتها هارش، أفضل شيء نصور بالظل عشان يكون إضاءة ناعمة. بالنسبة حق الإضاءة اللي أنا أفضلها أو ستايل الإضاءة اللي أنا أفضلها سواء كان شمس أو فلاشات، الفلاشات الحلو فيها أن نقدر نتحكم ونصور بأي وقت سواء بالنهار أو بالليل، بس عيبها الوحيد أنه ما تعطينا مثل إضاءة الشمس أو إحساس الشمس الدافي. إضاءة الشمس جدا ممتازة وجميلة، لكن عيبها أن بكل وقت تتغير سواء كانت من درجة لون أو شدة مع الظل، راح يأثر بعد بالتصوير. بالنسبة حق إعدادات الكاميرا واستخدام اللوج، عادة احنا لما نصور فيديو نستخدم اللوج عشان احنا نقدر نتحكم سواء كان بالكونتراست أو الألوان أو الإضاءة. مثل ما انتم شايفين الفيديو الحين مو ملون، دائما يكون باهت فلات، احنا نقدر نتحكم بكل التفاصيل بالتلوين عن طريق برامج تعديل الفيديو. بالنسبة حق تصوير السندويتشات أستمتع فيه لأن في تحدي بالنسبة لي، شلون نطلع المكونات بأفضل صورة ممكنة. عادة نستخدم وايد شغلات منها أعوادة الأسنان أو الكاردبورد أو حتى قطن، بس أساس نرفع نسوي يعني إليفيت حق الطبقات نفسها بحيث أن كلها تبين قدامي بطريقة تشوق. عادة عاد إحنا نستخدم سواء مثلا جل سرين مع ماي الرشة على المنتجات الباردة أو غلاس عشان يعطينا إحساس البارد وما يسيح بسرعة. من الأشياء اللي إحنا نهتم فيها سواء كان من ناحية شكل المنتج نفسه أو الطعام، يعني مثلا الطبخ اللحم والدياي نقولهم لا تطبخونه فولي كوكت عشان لا يكون شكله محروق أو أسود، فنقولهم نص طبخة فيكون شكله زين، لأن مع الطبخة راح تصغر حجم البرجر مثلا، فنقول لهم نص طبخة عشان تكون مضبوطة. بالنسبة حق تصوير الآيس كريم، عادة احنا نستخدم ماش بوتيتو لأن بطاط المهروس، نحط عليه ألوان الطعام بحيث انه يعطينا احساس انه هو آيس كريم، لأن اذا استخدمنا الآيس كريم الطبيعي على طول راح يذوب وما راح يمدينا نصور. بالنسبة حق الفلاتر، انا عادة ما افضل ان نستخدم فلاتر لأن الفلتر يكون معير وجاهز على اعدادات معينة، اذا جينا وقطيناه على الصورة سواء اكل او ايا كان راح يغير بالالوان، فعادي تشوفون لون الخس بدل يكون اخضر يصير اصفر لان هذا الفلتر مو حقه. فدائما اقول وانصح عدلوا صوركم بنفسكم، لا تحطون فلاتر حق صور الاكل. بدايتي في التصوير وخاصه تصوير المنتجات كنت اصور بضاءة الشمس حتى ما كان عندي فلاشات، فكنت اقول حق العميل اذا انا تبيني اي اصور اشرط عليه اني اصور بالظهر أو العصر. مثل ما أنتم شايفين بهذه الصورة هي ساندويتش دي آي، تم تصويرها بضاءة الشمس ما فيها أي فلاشات. أهم شيء نهتم إضاءة تكون ناعمة، ما نصور بضاءة الشمس مباشرة نهائيا، راح تطلع صورة محروقة. من أهم النصائح اللي أنا دائما أقولها حق المبتدئين، لا تفكر بالمعدات الغالية، بلش صور، ثقف عينك، شوف، لازم تتعلم. من تحس أنك تمكنت ممكن تشوف شنو عندك شيء ناقص، تقدر تشوف تقدر تطور من مهاراتك سواء باليوتيوب أو كان مثلا دورة، تقدر تطور مهاراتك بشكل جدا بسيط وراح توصل إن شاء الله على المراتب. مشروع تصويرنا اليوم هو تصوير القهوة، كلنا نحب نصور القهوة. أول شيء نبلش الستاب، نختار لون مناسب،
بالنسبة حق لون الخلفية نختار عن طريق الكلر ويل، يا أما نختار ألوان متناسقة قريبة من بعض أو ألوان ضد بعض عشان يصير في كونتراست أو تباين لوني. بهذا الترتيب اليوم اخترت لون فاتح بس من نفس درجة المنتج، بني فاتح. بالنسبة حق الاكسسوارات اللي أنا مستخدمها، حاولوا أن ما تكثرون بالاكسسوارات. أنا استخدمت تقريبا 3 أو 4. المقصد أن كثر ما تكثر اكسسوارات راح يصير زحمة قدام عينك. أنا هني بهذا التصوير مثل ما أنتم شايفين استخدمت كبسولات القهوة، حبوب بن القهوة، وسويت حلة دونت حاطها أزا باكرون. بالنسبة حق سيتب الإضاءة، اخترت إضاءة واحدة تكون جانبية ومقابلة تكون رفلكتر عشان يعطيني فل حق الشادوز. بعد ما نضبط السيتب كله عندنا نركز على إعدادات الكاميرا. بالنسبة حق إعدادات الكاميرا، أول شيء عندنا الآيزو ما نتعدى وايد، يعني تقريبا 100 وفوق، لكن ما نزيد لأن في حد معين راح يطلع عندنا تحبب. أوكي، ثاني شغلة نروح على الشاتر سبيد، يعتمد على حسب الشاتر سبيد هل إحنا راح نجمد في هذا العنصر ولا لا. إذا كان عادي راح يكون 160-125 كافي، إذا إحنا نبي نجمد راح نزيد بالشتر، كثر ما زدنا بالشتر جمدنا الصورة. آخر شغلة عندنا فتحة العدسة، فتحة العدسة تخلينا نتحكم في عمق الميدان سواء أبي فيها عزل أو لا، هل أبين كل الستب أو أبين العنصر بس. بهذا الترتيب حاولت أني أخذ تركيز على الكوب الأساسي عندي اللي هو العود قدام، بحيث أنه أخلي التركيز الفوكس عليه شوية معزول ورا، يعني الباكراوند سواء كان الدونات أو البن أو الكبسولات راح تكون اللي ورا نوعا ما معزولة. ليش؟ تعطيني أريحية حق عيني بحيث أن أنا أول ما أشوف الصورة على طول أركز على العنصر اللي أنا أبي أصوره ألا وهو كوب الأمريكانو. دائما أنا أقول نوع بزوايا التصوير، صور بأكثر من زاوية، لا تتردد، أخذها توب فيو، أخذها زاوية 0، أخذها بزاوية 45، نوع، يمكن أنت راح تعجبك صور بعدين وقت ما تعدل. بهذه الصورة خذت الزاوية 45، أشوفها جدا مناسبة، راح نشوف إن شاء الله بعد التعديل شنو راح نقدر نسوي ونضيف عليها. بعد ما خلصنا من التصوير وخذينا أكثر من زاوية، الحين ننتقل إلى التعديل. أنا أعدل عن طريق برنامج اللايت روم، راح نعدل إن شاء الله ونوريكم شنو الخطوات اللي راح تساعدكم ان تطلع صوره بافضل طريقه. حاولوا ان ما تبالغون بالتعديل بكثر ما تقدرون، يكون شيء بسيط. مثل ما انتم شايفين هني هذه نتيجه السيت اب اللي اشتغلنا عليه قبل شوي. خلونا نبتدي. اول شيء احدد القصه، عندنا هذه الاداه اختصاص، انا افضل قياس 4x5، اخذها كذي تمام. بعد شوي احسن مناسبه. اوكي، العنصر اللي ابي اركز عليه اللي هو الكوب الكبير. اول ما نبلش نعدل الاكسبوجر شوي تمام، كونتراست نزيدها شوي، هايلايت نقلل شوي عشان تكون فاقعه، شادو جدا مهم مثل ما انتم شايفين في شادو عالي جدا، ممكن انا ارفع الشادو بس ما ابالغ كذي زين. اشوف اوكي تمام. الوايت والبلاك انا اشوفهم ممتازين، التكشر ممكن ازيده شوي، انا بالنسبه للكلاريتي انا اقصه شويه طقه كذي، ديهيز ازيد عشان يضبط للكونتراست ويقلل لي الضبابيه اللي موجوده بالصوره، ساتوريشن ممكن ازيدهم شويه طقه كذي يس مناسب. ومثل ما انتم شايفين هذه النتيجه النهائيه بعد تعديل هذه الصوره، انا عجبتني الصوره، ايش رايكم فيها؟ بالنسبة حق السيت اب الثاني اخترت الثيم صباحي. بهذا الثيم احتجت استخدم اضاءتين غير عن السيت اب اللي قبله، اضاءة واحدة ورفلكتر. هذا الثيم استخدم فيه اضاءتين، واحدة اساسية والثانية فل تعبي الشادو بس مو طريقة كبيرة، خفيف بس. لاحظ بهذا الثيم الابيض او الصباحي استخدمنا الطاولة البيضة، استخدمنا خلفية بيضة، صحن ابيض، كوب ابيض عشان بس العين تروح على طول على المنتج، ألوان المنتج هي اللي راح تشد عين المشاهد. استخدامي حق الأدوات ممكن أنا أعطي إحساس الصباح سواء حطيت كوب قهوة أو مثلا حلة سويت دونت، وحاول بالإضاءات أني أحاكي أشعة الشمس بحيث أنها تكون ناعمة وشراحة
بحيث أنها تكون مريحة وهادية للعين. أكثر شيء لازم نهتم فيه أن الصورة ما تكون أوفر إكسبوز، يعني محروقة. نلاحظ الهايلايت ما يكون مرتفع حيل، بحيث أنه ما يصير فيه حرق عندنا بالصورة، عشان نقدر نطلع بصورة متوازنة من ناحية الإضاءة. بالنسبة حق التكنيك اللي أنا استخدمته، استخدمت إضاءة أساسية وإضاءة ثانوية عشان تعبي لنا الشادو. السيتاب اللي قبله كنا مستخدمين إضاءة واحدة ورفلكتر، راح يعطينا شادو شوي أعلى، لكن هني استخدمت إضاءتين عشان تخفف الشادو وتعطينا إحساس الشراحة والصباح. لا تبالغون بالشادو أو الإضاءة، لأن بعض المصورين يحط الإضاءة يمين ويسار ويعدم لك الظل. لازم الإضاءة الرئيسية قوتها تكون دبل قوة الإضاءة الثانوية، بحيث أنه عشان يتكون ظل، الظل يعطينا دائما أبعاد جميلة حق الصورة. بالنسبة لي صورت زاوية 45 بحيث أن تكون الأغراض أو الأكسسوارات كلها موجودة واضحة. ثاني شيء ركزت على المنتج نفسه اللي هو سويت دونت، وحطيت أكسسوارات تحاكي ثيم الصباح، قهوة سودة عندك أيا كان من أنواع القهوة مثلا، أو ساندويتش تقدر تحط اللي أنت محتاجه. نقدر نطلع بثيم صباحي جميل عن طريق هذا السيتاب، إضاءتين واحدة أقوى من الثانية عشان يعطونا ظلال خفيفة ويصير فيه أبعاد جميلة للصورة بثيم صباحي جميل. الآن لازم ألتزم بهذه الأغراض كلها اللي لونها أبيض عشان يطلع ثيم صباحي؟ لا طبعا، نقدر احنا نختار الألوان الثانية، أفضل تكون فاتحة عشان تعطينا لوك يكون شرح. بالنسبة لي وايد مهم نضبط الوايت بالانس. الوايت بالانس مهم لتوازن الألوان، لازم ندقق فيه. إذا كان بارد أو حار لازم يكون متوازن، لأن الألوان راح تتغير معها. فإذا ضبطنا الوايت بالانس راح تاخذ صورة متوازنة. تصوير المنتجات احنا لازم نهتم بالأكل أو المشروبات، يعني الأكل لازم يكون فريش عشان لا يكون شكله باهت أو ذبلان. المشروبات نفس الطريقة، عشان إذا كان عندك أنت مشروب بارد ثلج راح يذوب، لازم تركز على هذا الموضوع. مثل ما أنتم شايفين اليوم الدونت احنا جبناهم فريش قبل لا أصور، الدونت القهوة سويتها فريش قبل لا أصور. لازم المنتجات تكون فريش عشان الشكل يكون ممتاز، ما يكون ذبلان أو الألوان راح تكون باهتة. القهوة عندنا نركز نصور نشوف إذا كان فيها الرغوة مثلا راحت أو شيء، نرد نعيد نسويها مرة ثانية. نفس الشيء دايم عيننا قياسنا، نشوف الدونت هل هي فيها شيء، نحاول نختار قطعة تكون ممتازة ما تكون فيها كسور أو شوائب عشان أنت ترتاح وقت التعديل. الحمد لله وتوفيقه حصلنا يعني باخر فتره انا ويعني مصورين من الكويت حاولنا نركز على المسابقات العالميه، وكان تسجيلنا مشرف في هذه المسابقات. حصلنا على مراكز متقدمه في لوس انجلوس، في طوكيو، في بلغاريا، والحمد لله كانت بين المراكز من الاول الثاني الثالث. كانت الحصيله جدا جميله ومنافسه عالميه، والحمد لله ان كان لنا نصيب ان مع الكويت بهالجوائز هذه. من الصور اللي فازت كانت حق المباني للمهندسين المشهورين، حق المصور الإسباني كالترافا، حق المهندسة الله يرحمها زوا حديد. كانت التصاميم هذه نقلناها بعيون كويتية شلون نشوف المعمار، والحمد لله بعد يعني بعد المنافسات وبعد اللي حصل فكان لنا نصيب كدولة الكويت ان حصلنا مراكز متقدمة في هذه المسابقات العالمية. الحمد لله احنا من كانت الدورات والورشات يعني محلية اطلبونا بدبي، قدمنا دورة في التصوير المعماري، وايضا اقمنا معرض في اسطنبول وكان عندنا ورشة تصوير في انقرة. عدد المشاركين للأمانة يعني اثلج الصدر، ونقلنا الفكر المعماري كتصوير من دولة الكويت الى تركيا، فكانت ردود افعال جميلة، خصوصا ان انت تنتقل من مستوى محلي الى مستوى عالمي. المنافسة الأمانة عالمياً صعبة جداً، لأن معك جميع دول العالم، معك ثقافات مختلفة سواء من أوروبا أو أمريكا أو الوطن العربي،
ولكن يأتي يعني بالإصرار. طبعا لازم تعرف شنو هو الجديد عندك، رؤيتك الخاصة اللي تحققها، عندك قواعد تمشي عليها، شلون تطورها، شلون تحط لك لمسة كمصور معماري ان الناس ترجع لك. فكل هذه الأمور، وطبعا الاستمرارية اهم شيء، كل هذه الأمور لما توظفها بالشكل الصحيح وبالأخير توفيق من رب العالمين. يعني في مسابقات تكون انت الأول، مسابقات الثاني، بس ان انت اذا توصل في المراحل النهائية بالنسبة حق المسابقات هذه، لما تتكلم عن يعني 50,000 مشارك أو 70,000 مشارك، توصل للعشر المراكز بحد ذاته يعتبر إنجاز، لأن أنت قاعد تنافس على 50,000 صورة أو 70,000 صورة. فالحمد لله أساس المصورين الكويتيين يعني بالإنجازات العالمية، يعني بالتصوير وغير التصوير كلهم منافسين، وهذا شيء يعني يفرح ويشرف نفس الوقت. من الصور اللي أكثر شيء، أو إن من الأماكن اللي جدا استمتعنا فيها، هي في إسبانيا فالنسيا، عندنا يسميها عاصمة الثقافة والفن، من أجمل المناطق المعمارية في المعمار الحديث نسميه حق المصمم كالترافا. للأمانة هذه من الأماكن اللي عزيزة علينا أنا وأخوي محمد السعد، الهندسة كانت غير، الرؤية الفنية للدول للحضارة حق الدول، أن التقدم مالهم يقاس في المعمار. فقمنا يصير البروجكت مالنا أن نلحق هالمصممين هذيل ونحطهم برؤيتنا وطريقة تصويرنا بالمعماري، ونوفى يعني فن أو توثيق يعني بشكل يكون مميز. والحمد لله توفقنا بشغلات كبيرة، خصوصا يعني المنطقة الأساسية رقم واحد عندنا هي فالنسيا، وطبعا في بعد أذربيجان، في دبي، في قطر، بس إن شاء الله يعني بالمستقبل أن يكون عندنا لنا خطة لقدام أن نزور هالمناطق. الناس عرفتنا شوي كهواية بالأبيض والأسود، ولكن على مستوى الكويت احنا يعني عارفيننا بالمعماري. أنا والصديق محمد السعد حابين الأبيض والأسود، يعني كان فترة من الفترات أنه هو الستايل مالنا، بس بالتصوير المعماري اللي موجود يعني يقل الأبيض والأسود فيه، يعني تقريبا نستخدم الألوان 80%، لأن يعني المعمار تحتاجه بشكل فعلي، تعاملك مع المهندس مع المبنى يعني لك حسبة فيه، وبالهواية بشكل بسيط تروح على الأبيض والأسود كمسابقات وفن وهالأمور هذه. ولكن يعني بالأساس كتدريب احنا نروح على الأبيض والأسود والفن المعماري، وأساسنا وشغلنا أساساً أو أن تركيزنا الكامل بالتصوير المعماري. تقريبا مشاركاتي في المسابقات كانت في اكثر من دوله، منها من الشارجه الى مسابقه الاي بي اي العالميه، الى طوكيو، الى سيينا، واغلب هذه المشاركات كانت تكون يعني مع مجموعه كبيره من المتسابقين من العالم كله. يعني فاتذكر الصور اللي يعني شاركت فيها وكانت جدا مميزه، يمكن اخر مشاركه لي اللي هي الاي بي اي، كان في صوره خذيتها من منطقه اسمها سنترو نيمار من إسبانيا. فللأمانة الصورة كانت جدا مميزة، ومن أكثر الصور اللي أنا استمتعت أني شاركت فيها يعني، والحمد لله أني فزت فيها في هذه الجائزة. وطبعا في اللي هم طوكيو، سيينا في صورة أتذكر كنت مصورها في المبنى من مباني مدينة الأكاديمية في قطر، هم كانت صورة جميلة جدا، والمبنى هذا كان من تصميم الراحلة زوها حديد. طبعا الدورات بلشت فيها تقريبا من 2013-2012، خذيت طبعا شهادات ان تخولني اني اكون مدرب معتمد خارجي وداخلي، فبديت بتصوير الفاين ارت، اني اعطي فيه دورات اللي هو تصوير المعماري الابيض والاسود، اللي هو ياخذ الجانب الفني اكثر من الجانب التوثيقي. فاعطيت اكثر من دوره بالكويت، اعطيت دوره بالسعوديه، اعطيت دوره في قطر، سويت نفس ووركشوب في تركيا تقريبا قبل 4 سنوات أو 3 سنوات. فهذا الجانب وايد جميل، جانب الدورات، خصوصا إذا كان في نوع معين فني، في طابع فني في التصوير هذا. والأمانة كان في وايد ناس يعني وايد متدربين حابين يعرفون هذا النوع من التصوير، ومن دورنا كمدربين أن احنا نبين ونبرز أن نوع التصوير المعماري هو نوع يعني من أهم الأنواع في التصوير الفوتوغرافي بشكل عام. اللي يميز صوري إنه يمكن أنا أحط فيها شخصيتي أنا، طريقة تصويري، كل شخص عنده طريقة معينة يأخذ فيها اللقطات،
وهذه دائما تكون على يعني ثقافته التصويرية، شلون هو، شنو الشيء، شنو المدرسة اللي هو حابها، شنو الطريقة المثلى اللي هو دائما يستخدمها. فأنا يعني دائما أعتمد على الخطوط والزوايا، أعتمد على الخطوط ساعات تكون حادة، أعتمد على الأشكال الهندسية. يمكن هذا اللي يميز غالبا الصور اللي أنا أصورها، تكون فيها أساسات معينة أنا أمشي عليها دائما. تقنية المينيمال هي طبعا تقنية موجودة مو بس بالتصوير، موجودة حتى يعني في المعمار بشكل عام، في الحياة كلها. هي أن دائما يكون عندي جانب سلبي في موضوع معين، أنا شلون أحول هذا الجانب السلبي إلى جانب إيجابي عن طريق يكون عنصر، يمكن يكون هذا العنصر هو أصغر عنصر في هذا العمل، لكن هذا العنصر هو اللي راح يعطي حق العمل ثقل ويعطيه طابع كبير ويخلي المكان هذا السلبي يتغطى بشكل إيجابي وجميل. وهو يعتمد دائما على المناطق السلبية أن نحطها إيجابية ونخلي أقل عنصر في العمل أو في الصورة هو اللي يبرز الصورة كلها بشكل كبير. مثال على هذا النوع اللي هو المينيمال، في صورة من الصور اللي أنا يعني يمكن فزت بثلاث صور الحمد لله مانيوال. في صور تكون يعني مثلا في صورة في قاري بس ماشي بروحه، شخص ماشي بروحه بقاري وفي مبنى أبيض وراه. يمكن الصورة ما فيها شيء معين يعني، لكن هو الطابع هذا يخلي العين ترتاح، زائد أنه يعطي ثقل حق العمل نفسه. فممكن تكون مكان في مساحة فاضية وفيها شخص واحد بس اللي هو اللي قاعد يمشي، عادة يكون هذا الشكل هو اللي يعطي الطابع هذا الفلسفي يعني هو أكثر. لنا الطلب في تصوير جامعة إجدادية وكنا جدا فرحانين، لأن الأمانة كان يعني كنا نعرفه من صورة، يعني نشوف تغطية الناس المبنى، يعني المباني اللي موجودة توا حديثة. فجدا يعني فرحت بهالموضوع، لأن من المباني اللي ودنا نصورها خصوصا يعني جامعة إجدادية كان أكثر من مبنى وكل مبنى له ديزاين معين، فجدا فرحنا. بعدين كان معي بعد محمد، أنه قلت لنا بلغوني على كلية الهندسة، فعلى طول حددنا موضوع أن نجتمع. طبعا عندنا خطوات تكون موجودة قبل لا نصور أي مبنى عندنا، والخطوات إذا تذكرها محمد. من الخطوات هذه أن احنا أول ما عرفنا بالمشروع بالضبط دخلنا على جوجل، سوينا سيرش على جامعة إجدادية تحديداً كلية الهندسة والبترول، حاولنا أن نشوف شنو الأشياء اللي تميزها من الداخل ومن الخارج، وعلى أي أساس هندسي هم أقاموها، يعني أساس نأخذ فكرة طريقة معينة لها عشان نعرف شلون نصورها. بدينا نعرف الزوايا اللي ممكن تدخل منها الإضاءة، المبنى هو مكون من أي نوع من المواد الإنشائية، مثلاً هل هو من ألمنيوم، هل هو من حديد، هل هو من طابوق، على أساس نعرف تقريبا الانعكاسات اللي راح تصير معانا، نحاول نرسم صورة تقريبية علشان لما نيجي نصور هذا المشروع نحاول ان احنا نكون نصوره بأفضل طريقة. احنا في كل مرة غير طبعا يكون كبريف أولي ان احنا نشوف الصور اللي موجودة جوجل ماب، نحاول نعتمد على الانترنت ناخذ فكرة أولية، ولكن في شيء عندنا نسميه احنا سكاوت او استكشاف المبنى. ما شاء الله مع محمد اتفقنا ان الخطوط كانت جدا جميلة، الليارات اللي موجودة، البرسبكتيف اللي كان بالمكان جدا كان مميز. فأنا ومحمد هم فكرنا أن يعني النقاشات اللي حصلت أن نشوف الزوايا، مدخل الشمس، عندنا برامج موجودة أن أنا ومحمد رحنا مثلاً قام طالع اتجاه الشمس، فحبينا موضوع الإضاءة الخارجية اللي تدش المبنى من ناتشرال لايت تقريباً يعني اعتمدناها، وتعطي طبعاً حق البعد الهندسي بشكل أكبر، تبين الـ 3D بشكل أكبر. فالسكاوت هي المرحلة الثانية اللي بعد جوجل، بعد الصور أو البريف اللي موجود أو
نقدر نقول الصور اللي تصورت بالمكان عندنا الهدف الأساسي اللي هو السكاوت، وكانت طبعا حق محمد نظرة لك. نظرة أنت محمد كان بالسكاوت، شنو اللي جذبك السكاوت؟ هذا اللي سويناه خلانا خلاص اليوم احنا عارفين لما جينا، أول ما جينا عرفنا شو راح نسوي، عرفنا شنو بعض العدسات اللي راح نستخدمها، عرفنا شنو الفلاتر اللي نبيها. فاليوم يعني لو مو مسوين هذه الخطوة من قبل يمكن اليوم كان راح يصير فيه أشياء ناقصتنا. فدائما احنا نستخدم هذه الطريقة ان نعرف شنو نبي بوقت التصوير وما نضيع على نفسنا أي فرصة أو أي وقت إلا احنا عارفين بالضبط شنو نبي نسوي، وهذا اللي قاعد نسويه بالضبط. احنا عندنا بعد الترتيب، عنصر الترتيب عنصر وايد كبير نعتمد عليه بالتصوير. يعني مثلا لما نروح احنا لوكيشن فلاني نكون احنا حاسبينه وما نضيع وقت، نعرف ان مثلا الضوء راح يدش بهالفتره الساعه مثلا 4 او 3، ان نقدر نمشي بالترتيب على افضل اضاءات تكون موجوده، ومعداتنا نعرف نستخدمها كل لوكيشن لها معدات معينه. فعمليه الترتيب تخلينا احنا كمصورين ننجز بشكل وايد أكبر، كل صورة راح تأخذ حقها. كل هذا راح يبين طبعاً النتائج اللي قاعد تشوفونها الحين اللي موجودة هي كانت نتيجة البريف اللي صار بالجوجل ماب على الإيمج اللي كان موجود على السكاوت اللي حصل. نتائج هذه عنصر اختصار الوقت كله بسبب الترتيب اللي حصل في التصوير. الصور الجميلة هني هي الصور اللي احنا خذينا فيها الشكل الهندسي هذا اللي هو الخطوط زائد التشابك بين الألمنيوم أو المعدن والخشب. في صور اللي خذيناها من الدور الثالث تقريبا تحديدا بينت لنا شوية المعالم الهندسية أكثر، زائد في صور اللي مبين فيها الاسكليتر كان جزء من الصورة. هذا هم مبين لي شكل وايد كبير وفي عمق بعد بالصورة كبير. وناصر بعد صورنا أكثر من صورة. احنا أيضا غير الجنرال دشينا على الديتيلز اللي موجود في تفاصيل تكون معينة للمبنى. طريقة تصوير البروجكت أن نمشي من الصور العامة إلى الصور اللي توصل إلى تفاصيل يعني خاصة. فأنت بالأخير إذا بتسلم بروجكت كتصوير معماري تسلمه بصورة شاملة. نفس ما أنتوا لاحظتوا الحين راح نصور الأمور مثلاً اللي فيها ديتيلز ممكن أن الإنسان أو الشخص العادي ما يلاحظها، ولكن عند المعماري الاهتمام بالتفاصيل هذا شيء جداً مهم يكون موجود. طريقة ألوان الكراسي أنا وايد يازت لي. في شغلة غير أن المبنى مميز في الألمنيوم بالثريدي بالخشب اللي موجود، ايضا الكراسي الالوان مثلا اللون الازرق، يعني اختيار الكراسي باللون هو ممكن يكون شيء بسيط حق الانسان العادي، ولكن كمصممين كمصورين الالوان وايد تفيد بالتصوير. نفس ما انتم تلاحظون ترتيبها، طريقه ترتيبها، طريقه وضع الطاولات، هذه كلها تختص في التصوير المعماري. في شغله بالتصوير المعماري ان التصوير المعماري لا يعتمد على التصوير فقط، لازم ان المصور يكون عنده معلومات هندسية، يفهم المهندس أو يفهم المبنى شنو المميز فيه إنه يصوره. فهذا اللي نشوفه أنا ومحمد إن نختار مثلاً طريقة تصوير معين، إضاءة معينة موجودة علشان نوصل أفضل صورة تتكلم عن مبنى كلية الهندسة في جامعة الكويت. طبعاً المبنى ما احتجنا أنا ومحمد نقاش فيه وايد لأن اللاينات جداً مميزة، طريقة البرسبكتيف اللي موجود، اللاينات، طريقة حتى المبنى انه هو بالطول يكون موجود. فالمبنى تقريبا يعني ما شاء الله جدا مميز، فهو مصور نفسه بنفسه، فكان من يعني ندش ان نصنفه من السهل ممتنع في التصوير. يعني هو جدا جميل، مجرد لمسات خفيفة انه شلون اعتماد الناتشرال لايت، الاضاءة الطبيعية لما ندش مع الخطوط اللي موجودة هندسيا، ان شاء الله راح تشوفون شيء وايد حلو، وان شاء الله انه يكون يمثل المبنى خير تمثيل. وحتى بطريقة التصوير الحين وإحنا قاعد نصور لو تلاحظون إحنا قاعد نستخدم الجهاز، الشاشة عندنا كمونيتر عندنا. ليش هذا الشيء؟ يخلينا نشوف الصورة بشكل أوضح، يخلينا طريقة المناقشة وإحنا قاعد نتناقش بالصورة راح نأخذ أفضل نتيجة دائما، إن إحنا أنا وناصر هنا نتناقش بالموضوع هذا، نحاول نشوف أفضل طريقة إذا كان في أشياء مو مرتبة مثل ما ذكر ناصر، إذا كان في أشياء مو مرتبة كطاولات ككراسي كأي جزء من مكونات الصورة
احنا هني راح نقدر مثلا شخص فينا يروح يعدل الشغله هذه والثاني هو اللي راح يبين له مثلا في الشيء هذا لازم ندني شويه يمين شويه يسار. وطبعا كل هذه الاشياء مرتبطه بالتصوير المعماري الداخلي، وان شاء الله يعني راح تشوفون التصوير المعماري الخارجي بطريقه مختلفه. طبعا بالتصوير الخارجي الحين في مبنى كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت الشتادية، الشيء اللي احنا اعتمدنا عليه دائما هو الوقت التصوير، لان الحين عندنا الاضاءات الخارجية مختلفة جدا، لان احنا نعتمد على الاضاءات الطبيعية، فالاضاءات الطبيعية لها اوقات معينة ما يكون فيها المبنى مسلط عليه الضوء بشكل وايد كبير، نحتاج تقريبا يا وقت الغروب او وقت السماء الزرقاء البلو اور، وهذا اللي راح يخلي الموضوع يفرق شويه بين التصوير الداخلي والخارجي، كون ان احنا ما راح نستخدم معدات مثل فلاش مثل الاشياء هذه. هذا تقريبا الاختلاف اللي احنا راح نسويه الحين مع التصوير الخارجي. نفس ما قال محمد، داخل احنا نعتمد عندنا اضاءه مستمره واضاءه خارجيه، ولكن الخارجي ممكن تكون مضطر بين اربع صور او ثلاث زوايا تكون موجوده. طبعا يعني غالبيا ان مصدر الشمس راح يكون مع الالمنيوم لا حسبه الخاصه، نحتاج اهدى اضاءه عشان لا يكون يعني نسبه الاضاءه تكون بشكل جدا مرتب او الصوره لها تايم معين بسبه المبنى، اذا كان كله رخام لا حسبه، اذا كان زجاجي لا حسبه، فكل هذا يعتمد على نوع المبنى. ولكن بصوره مختصره التصوير الخارجي يعتمد على اضاءه الشمس بنسبه 100%، واللي يفضل الغروب او تصوير الساعه الزرقاء المسمى مالها البلو اور. مثل ما قال اخوي ناصر، الزوايا راح تكون اقل بالتصوير الخارجي كون انه هو مبنى واحد، لكن اليوم في اشياء وايد مميزه. انا قاعد اشوف طابع الابستراكت اللي هو التجريد موجود في المبنى، زائد مثل ما قلنا اللون وايد جميل في المبنى، يعني لونه شويه مختلف. في زوايا، الزاويه هذه هي وايد زاويه حلوه وحاده وفيها تفاصيل، هي من جنب المبنى طبعا، واخترنا هذا الوقت بالضبط علشان يكون مفصل هذا الشكل بشكل وايد جميل. الاطوال زائد الزجاج اللي طالع من بين الاشكال الهندسيه البرتقاليه هذه ركزنا عليها وقاعد نركز عليها اكثر. نفس ما قال محمد ان احنا نصور تصويرين نفس اللي حصل بالسابق، ان ناخذ الصور العامه للمبنى مع التفاصيل اللي موجودة في مصطلح محمد التجريد أو الأبستراكت هو اللي راح نرجع عليه إن شاء الله. اتفقنا أنا ومحمد أن المبنى راح يصير على جزئين، طبعا الشمس تقريبا لها 10 دقائق إلى ثلث ساعة راح تصير أنت بسرعة مع الوقت، فقسمنا الشغل بيني أنا ومحمد. أنا خذيت الشكل العام للمبنى، تقريبا الزوايا هي زاويتين يكونون علشان أخذهم أفضل وقت يكون موجود، والديتيلز عند محمد. طبعا ديتيلز احنا استخدام العدسات غالبا راح تكون عدسات وايد انجل، عدسات واسعه اساس تبين لي المبنى بشكل اكبر، وفي بعض المرات استخدم العدسات الزوم علشان اوصل حق موضوع معين بالابستراكت احتاجه. راح استخدم بعض المرات راح احتاج اني استخدم فلتر البولورايزد علشان بس اقلل الانعكاسات، اذا كانت الشمس منعكسه على مكان زجاجي او عاكس اقلل الانعكاسات او ازيد الانعكاسات بالشكل اللي يرضي الصورة هذه اللي أنا قاعد أستخدمها. التصوير المعماري يحتاج منك دراسة أكثر بالطرق الهندسية اللي صارت فيها هذه الأشياء، شلون إحنا المباني شلون البنات، شنو قواعد المباني، شنو أساسها، وبهذا الشيء راح يخلي جدا سهل عند الموضوع ونوع التصوير هذا سهل. طبعا لا يعني وايد من المصورين يقولوا لنا ان التصوير يصير لنا عائق، ان نبي معدات مختصه، لا بالعكس حتحاول تبدي انت مثلا التصوير المعماري تقدر ان تبدي فيه بالمعدات اللي عندك، لازم تعطيه حقه من الفهم من التغذيه البصريه نفس ما قال اخوي محمد من التطبيق، بعدين تتخصص بالعدسات او المعدات اللي تبيها حق التصوير المعماري.